من أهم الجوائز التي تمنح في مهرجان كان السينمائي الدولي من مركز السينما العربية هي جوائز النقاد للأفلام العربية، والتي اكتسبت مصداقيتها عبر الزمن. مركز السينما العربية بدأ من الصفر، يعني هو فكرة كانت عند مات سلوشز علاء وماهر من أكتر من 10 سنين يمكن، وأنا في الأول ما كنتش فاهمها خالص صراحة، ما كنتش فاهم إيه أهميته، بس ابتديت أفهم مع التواجد اللي قاعد كل سنة بيزيد عن السنة اللي قبلها في المهرجانات كلها، المهرجانات الكبرى يعني والأسواق المهمة زي كانو برلين وفينيس وأماكن تانية، يعني لحد ما وصل النهاردة إن هو بقى محل اهتمام الصحافة السينمائية الدولية كلها، الصناعة مش بس العرب، بس في تواجد النهاردة من جنسيات مختلفة من خارج العالم العربي. الجوائز بقى ليها قيمة، أنا يعني سعيد جدا من يمكن من 7 سنوات 4 مرات يعني كنت لي علاقة أو مشارك بأفلام أو أنتجت أفلام فازت بأفضل فيلم. Last year I accepted this award for Omar Zoheiri and I forgot to give him the statue. أتمنى إن الجوائز دي تكبر ويبقى فيها تنوع أكبر ويبقى كمان في اهتمام لأن تبقى فعلا جوائز السينما العربية في كل المجالات مش بس السيناريو والإخراج والأفلام الوثائقية وأفضل فيلم، بقى فيه بسيطة السنة دي جائزة مستحدثة، السنوات الجاية يمكن يبقى فيه تصوير، يمكن يبقى فيه مونتاج، يمكن يبقى فيه حاجات تانية، فتبقى فعلا احتفالية كبيرة للسينمائيين العرب في كل فئات السينما مش بس الفئات دي. شارك في تقييم الأفلام لجنة تحكيم تتكون من 193 ناقدا من 72 دولة يشاهدون الأفلام عبر الشريك الرقمي فاستيفال سكوب، وشهدت النسخة 7 من الجوائز إضافة 3 تصنيفات جديدة وهي أفضل مونتاج وأفضل تصوير سينمائي وأفضل موسيقى تصويرية، إلى جانب التصنيفات الرئيسية التي تضمها الجائزة وهي تمنح الجوائز لأفضل إنجازات السينما العربية سنويا في فئات أفضل فيلم روائي ووثائقي ومخرج ومؤلف وممثلة وممثل. لما بتخلي 193 ناقد يتفرج على أفلام العربية اللي بتنعرض برا العالم العربي مهرجانات بشكل منتظم، هي لوحده ترويج وتسليط ضوء أكتر وفيها نوع من المعرفة، ما تبقى القصة بالصدفة إنه يشوفوا فيلم معين اختاروه بكان أو غيره. الجزء الثاني إنه لما يكون في مهرجان كان بحضور يعني أسماء المهمة بعالم صناعة السينما سواء العربية أو الدولية، هذا بيعمل awareness أو تسليط ضوء آخر وفهم أكتر لصناعة السينما العربية ومين اللي وراها. التغطية الميديا الدولية أو الإعلام الدولي، لأنه صارت برضو هي عم تعتبر من الأشياء الرئيسية خاصة للشركات التوزيع اللي برا العالم العربي، على فكرة صاروا عم يستخدموا الجائزة للترويج إنه حصل فيلم كذا على جائزة كذا. ويستهل المركز أنشطته بالإصدار 19 من مجلة السينما العربية التي يرأس تحريرها الخبير السينمائي الأمريكي كولين براون، ويتضمن الإصدار العديد من فعاليات أهمها الترشيحات النهائية لجوائز النقاد للسينما العربية وملف 101 شخصية الأكثر تأثيراً في صناعة السينما العربية خلال العام الذي مضى. هاي مش تكريم، مش جوائز، هاي تسليط الضوء على مين اللي عنده تأثير على صناعة السينما العربية اللي هي بتتغير من سنة لسنة. هاي بتبقى الزمن تاعها من مي أو أيار بالسنة وصولا لأبريل أو نيسان بالسنة اللي بعدها بآخر 12 شهر قبل مهرجان كان. عندك طبعا المنتجين الكبار، وسائل الإعلام الكبيرة، الممثلين والممثلات طبعا، فهي مانا مش هي قائمة على تحليل التأثير بعدة عناصر، جزء الفلوس طبعا، جزء التأثير المحلي والعربي وأحيانا الدولي طبعا، حجم التنوع اللي عم يعملوه بآخر 12 شهر طبعا، فهي هي خلاصتها.